العالم كيتطور بواحد الشكل كبير، وجايه شي حقائق علميه ووقائع علميه اللي غادي يمكن تفاجئنا، والا ما واكبناهاش غادي يكون مشى علينا التران بحال كنقولوا. الان كاين العالم الافتراضي اللي بدا كيغزو العالم الواقعي، وكاين لي زافاتار. هاد لي زافاتار هما واحد المخلوقات افتراضيه. مثلا انت يا لالا الهام غادي يكون عندك واحد لافاتار ديالك. هاد لافاتار ديالك شنو هو في المستقبل؟ هو واحد انت غتمشي تقري هاد التلامذ ديالك اللي حتى هما غادي يكون عندهم دي زافاتار ديالهم، اللي حتى هما غيجيو للقسم باش يقراو، ولكن راه حتى واحد فيكم ما غيتنقل من بلاصتو. انت غتبقاي في دارك والوليدات كل واحد غيبقى في دارو، ولكن مع ذلك غتكونوا كتقراو مع بعضياتكم وكتفيدوا بعضياتكم بحال راكم في الواقع اللي انت كتعمليه الان، انت في القسم ومعك التلامذ ديالك. قد يبدو هذا من الخيال العلمي، ولكن لا، راه ولا واقع. الشركه ديال فيسبوك اللي غيرات الاسم ديالها لميتا ماشي من باب الصدفه، لانها بغات تكون رائده في هذا العالم وصرفات ملايير الدولارات. ولكن تفاجات انه كاينه واحد الدوله الان اللي فايتها، ولكن كانت ساكته على داكشي اللي كدير، والان صرحات بما لها. فمن هنا لشويه نعطيكم عاود مثال شنو غيكون كيتعمل في العالم الافتراضي. انت مثلا احتاجيتي واحد الورقه من الاداره، غادي يمكن لك تمشي، وماشي انت اللي غتمشي، غادي يمشي لافاتار ديالك وغيدخل الاداره اون 3 4 5 دي، وغيدخل لهاد الاداره ويتسارى فيها ويمشي للمكتب اللي باغي، مثلا باغي تجيب عقد ازدياد، ويمشي عند الموظف اللي غادي يلقاه، حتى داك الموظف ماشي موظف غير لافاتار ديالو، وياخذ من عنده الشهاده ديال عقد ازدياد ويجي في حالات. يعني عطيت مثال بسيط، ولكن كاين اشياء اكثر تعقيدا في العالم الاداري اللي كيمكن تعملوا بشكل افتراضي. شفتي على عالم فين غادي نمشيو الهام؟ سؤال وهذا هو الواقع اللي غادي يكون. راه يمكن يبان هذا الشيء في الخيال العلمي، من الخيال العلمي، ولكن هذا هو الواقع. سؤالنا شنو هي هاد الدوله اللي فاجات هاد الشركه العملاقه ديال الفيس ميتا؟ شنو هي هاد الدوله اللي بالفعل غادي يخرج فيها هاد الشيء، وراه غادي يبدا وبدات التجارب الاولى، وراه كل مواطن فينا في المستقبل غيولي عنده لافاتار ديالو. ما عرفناش كيفاش نترجمو في العربي بالعربيه، خص الناس اللي كيعملوا في العالم ديال التعريب يلقاو لنا عاود ترجمه لهذه القضيه ديال لافاتار. شنو هو هذا لافاتار؟ قارين، ما شي حاجه بحال هكا، قارين افتراضي اللي انا جالس في داري ولكن هو كيمشي يقوم بداك الشيء. الان هاد الدوله علاش كتشتغل؟ لانه دابا الا بغيتي تخدم بهذه القضيه ديال لا نوسيون فيرتويال كيخصك تعمل واحد النظارات خاصه، واحد الكاسك فيزيوال كيتسمى. الان كتشتغل هاد الدوله انه قالت لك اسيدي لا، ما غنبقاوش حتى داك الكاسك، ما غيبقاش بلا داك الكاسك بلا حتى شي حاجه، بتليفونك بحال غتدخل في قلب تليفونك وتخرج في بلاصه اخرى. تدخل في قلب تليفونك ما تاخذوهاش بشكل فيزيائي صحيح، يعني لافاتار ديالك من لابليكاسيون في التليفون ديالك كتصيفطو فين بغيتي ويقضي لك الشغالات ديالك. مرة أخرى السؤال، شمن دولة شفتو هادشي كيقطع النفس؟ هادشي كيبان غريب، ولكن راه هذا هو الواقع اللي حنا غاديين فيه. يلا إلهام، غادي نبحثو على الدولة المعنية، ناخذ مولى التفكير. كاين مجموعة ديال التعاليق على هادشي اللي قلت. منى بوزياني كتقول افاتار هو الصورة الرمزية. إلى أي حد يمكن نعتمدوا الترجمة على الأقل في هذه الحلقة من البرنامج؟ كاين أجوبة دول مختلفة كلها من آسيا. إنما روز ألفا جوابك صحيح وإن كان ما محددش 100%. من غير ذلك كاين مجموعة الأجوبة ماشي كلها موفقة. محمد حرقاوي، نزهة الحمدي، منى بوزياني، إيش كتقول يا لالا إلهام؟ جارد حميد، حميد الكياتي، إلهام. هذا في هذه المرحلة أستاذ. نعم لالا. ما كاينش مساعدة في هذه المرحلة. عندك مساعدة بالمجان تاخذيها وقت ما بغيتي. نمشيو ليها. نمشيو ليها. الهند، الصين، كوريا الجنوبية. الهند، الصين، كوريا الجنوبية.
كوريا الجنوبية بالفعل، مجموعة الإخوان كلهم مشاو مع الصين، سي عبد الكريم شعباني، لالة كريمة زبير، سلمى حديد دو، كاين اللي مشى مع اليابان، مجيد علا، الصين حسنية حاس، حبيبة العساري، مشيتو تقريبا كلكم مع الصين، ولكن الجواب الصحيح كان هو كوريا الجنوبية. هاد العالم ديال لي زافاتار راه واحد العالم اللي غادي يغزونا قريبا، والحياة ديالنا كلها غادا تتغير. ماشي بعيد تلقاو لافاتار ديالي هو اللي كيقدم لكم البرنامج ديال المسابقات المفتوحة. ممكن جدا هاد لي زافاتار كيمكن الانسان يموت ويبقاو عايشين ويبقاو يتستعملوا، وهنا فين كاين المشاكل القانونية المرتبطة بهذا العالم الافتراضي. إلى مات الإنسان، واش لافاتار ديالو غادي يبقى متواجد وكيعمل أشياء؟ مثلا تيكمل التوزيع ديال الورد ديال الورثة ديالو، راه شي حوايج راه.